المناقشة اليوم غتكون حول كيفية ممارسة هذه التربية العلمية، ما هي أحسن الطرق البيداغوجية التي تمكننا من أن نعطي لطلبتنا أفضل الوسائل وأفضل الطرق باش نكتشفوا فيهم ميولات ديالهم التقنية والعلمية منذ وقت مبكر. هناك تجارب دولية عديدة، بلادنا طبعا خرطت في اقتصاد المعرفة منذ وقت مبكر، والمشروع يستهدف طبعا هو خلق منذ البداية كما قلت منذ وقت مبكر ميولات وابتكارات واختراعات للتلاميذ في المختبرات اللي يمكن تكون حتى في الإعداديات وحتى في الثانويات. هذه المنظرة هي مناسبة للقاء بين خبراء مغاربة وأجانب لتبادل الآراء والنقاش حول النتائج الأخيرة التي خرجت بها الدراسات حول تدريس العلوم. الجدير بالذكر بأن المنهجية الجديدة هي منهجية التي لا تعتمد فقط على تلقين المعارف الأساسية، ولكن هي منهجية التي تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الجوانب، خصوصا ظروف التدريس، المستوى الثقافي، وكذلك كل ما يهم الطلبة أو التلاميذ. تنظم المدرسة العليا للأساتذة بجامعة محمد الخامس بالرباط هذه الندوة العلمية الدولية حول موضوع هام جدا يتعلق الأمر بتطوير يعني الممارسات المعتمدة والطرق المعتمدة في تدريس المواد العلمية والتقنية. والهدف والغاية الكبرى من هذا تنظيم هذه الندوة التي يلتئم فيها تلة من خيرة الخبراء الدوليين والوطنيين والفاعلين في منظومة التربية والتكوين ببلادنا، هو خلق نقاش ومن أجل تبادل التجارب والخبرات حتى نغني يعني مسار التكوين لدى تلامذتنا بالمستويات التعليمية الثلاث، يعني الابتدائي الإعدادي والثانوي التأهيلي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.